اعرف محمد عبد الوهاب الله يرحمه. انت عرفت ان هو توفى في الملعب وقت التدريب؟ يعني احنا كنا موجودين في التدريب وتوفى في اللحظه الله يرحمه. وكان من اللاعبين العاشقين للنادي الاهلي، وكان ليه جماهيريه كبيره بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. عارف انت محمد عبد الوهاب؟ عارف ونشوف الناس وتتكلم عليه. ان شاء الله ربي يرحمه، ان شاء الله يكون من اهل الجنه يا رب. ان شاء الله ربي يصبر عائلته ويقعد ديما موجود في قلوب النادي الاهلي. اللي يحب النادي الاهلي جمهور عمره ما ينساه. فهو ديما هو متوفي، ربي يرحمه ان شاء الله، لكن هو ديما عايش في قلوب النادي الاهلي وعايش ما بين جمهور النادي الاهلي. علي معلول كل ما بنتكلم دايما يقول جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي. علاقه كبيره بتربطك بجمهور النادي الاهلي؟ علاقه كبيره اكيد، علاقه احترام وحب. يعني فما احترام وفما حب، هذه الحاجه اللي ممكن الجمهور حب علي معلول، خاطر شاف علي معلول يعني مخلص. علي معلول ما يفرقش ما بين انه يلعب ضد نادي تونسي او نادي مصري او نادي هو. وانا نبدلهم نفس المشاعر، نفس الحاجات. كي نشوف الجمهور نادي الاهلي كيفاش يتكلم على علي معلول، كيفاش يتعامل مع علي معلول، كيفاش يحترم علي معلول. لا، لازم تحترم الناس هذه. الناس اديتك اسم، الناس عملت لك تاريخ. فان شاء الله ربنا يدوم العشره والنعم ان شاء الله. ان شاء الله. ويعني دايما يعني انت محظوظ بجمهور النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي محظوظ بك. واحنا انت كنت بتتكلم عن سيد معوض وتقول ان هو مسك الاعلى وكنت بتتعلم منه وشايفه هو الظهير العصري. مين الاحسن بقى لما دلوقتي علي معلول ما شاء الله وصل للقمه والنجوم؟ مين الاحرف؟ ما هو علي معلول ولا سيد معوض؟ لا، هو في التمرين لما انا ان شاء الله ما يزعلش مني، كنا في التمرين فترة كابتن حسام البدري كان هو مساعد مدرب. فكان بيعمل الاوفر، بيعلمني اعمل اوفر. هو اللي بيعلمك؟ بيعلمني. فبقول له اعمل لك اوفر البلوله اللي بتعمله ده. لا، كابتن سيد يعني من الناس المحترمه، الناس اللي عاونتني، خاطر مريت بمرحله صعيبه مع كابتن حسام. لكن كابتن سيد كان ديما في ظهري، كان ديما هو السند الاساسي ليا الصراحه. فنحب نشكره برشا على الفتره اللي قضيتها معاه، علمني فيها برشا حاجات، علمني الصبر، علمني ان لازم نعدي المرحله الصعيبه بالتدريب، لازم نكون نتدرب 100% في التمرين باش ان شاء الله نلقى روحي. كي تجيني الفرصه ما لازمنيش نسلم فيها. طيب تعالى بقى احنا نحقق لك كل احلامك النهارده. ومعانا سيد معوض، هنشوف قال ايه عن علي معلول. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا حابب اسلم على اسامه جدا واتمنى يكون بخير. تاني حاجة، أول ما طلب مني إن أنا أسجل فيديو لعلي معلول طبعا رحبت جدا، لأنه من الناس القريبة بالنسبة لي والناس اللي أنا بحبها جدا، سواء جوه الملعب أو بره الملعب. علي من الشخصيات المؤدبة المحترمة، راجل من الناس اللي تحب تتعامل معاهم. يمكن علي كان ليا معاه موقفين، موقف وأنا موجود في الجهاز الفني، وموقف حتى قبل ما يجي النادي الأهلي. يمكن بعد ما انا بطلت، يعني كان في 2015، كان في مباراه وديه في دبي، النادي الاهلي بيلعب الصفاقسي. يمكن انا كنت موجود في نفس الاوتيل اللي كان موجود فيه فريق الصفاقسي، ويمكن قابلت علي معلول بالصدفه، فجت صور معايا وبيتكلم ان هو من الناس اللي هو بيحبني جدا. فكان ردي بالنسبه له ان انا من الناس اللي بتحب تتفرج عليه، لانه كان لعيب مهم جدا في الصفاقسي في منتخب تونس، ومن الناس اللي انا بحبها جدا. فيعني كان نفس الشعور موجود حتى قبل ما يكون موجود في النادي الاهلي. فانما علي لو اتكلمنا فنيا، يعني هتتكلم من هنا لتاني يوم. يمكن انا قلتها من فتره، سبب رئيسي من اسباب حصول النادي الاهلي على بطوله الدوري السنه اللي فاتت هو علي معلول، ان ما كانش هو السبب الاول. التاني حاجه، يمكن السنه دي النادي الاهلي ماشي بشكل كويس جدا، سواء في بطوله الدوري او في بطوله افريقيا. يمكن من الاسباب برضو الرئيسيه او اهمهم هو وجود علي معلول وحالته الفنيه اللي موجوده عليها خلال الموسم اللي فات او الموسم الحالي. فانا يعني مش هقدر اقول كلام اكتر من كده، لان انا شاهدت فيه فعلا لما روح اما تكون بتحب حد وبتتعامل معاه بشكل كويس وتحترمه جدا، فبيكون كلام عليه يعني ما بتحاولش ما بتعرفش تعبر بشكل كبير. يمكن كان ليا موقف تاني مع علي وانا موجود في الجهاز في مباراه الترجي في تونس. يمكن وقتها الشوط الاولاني خلص 1-0، كنا خسرانين وكنا البطوله ممكن نخرج. يمكن كان اكتر واحد متاثر بين الشوطين هو علي معلول. الموقف ده كان معايا، اظن حصلت ما بيننا
محادثة لمدة دقيقة أو دقيقتين بين الشوطين وإحنا بنتكلم مع بعض. الشوط الثاني علي معلول سبب رئيسي من أسباب المكسب، يمكن جاب جون وعمل جون وتألق بشكل لافت جدا. فيعني أنا بالنسبة لي علي معلول يمكن من أهم الصفقات اللي عدت على النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وبتمنى له التوفيق إن شاء الله الفترة الجاية. تحياتي ليك يا بسبس كابتن علي، يعني ايه بسبس كان ده اسم الشهره بتاع لا والله سيد معوض اه، واحنا وقت ما كنا بنلعب. تعليقك ايه على كلام الكابتن سيد معوض؟ لا كابتن سيد تاريخ والكلام بتاعي وبتاعه قراب، يعني نفس اللي قلته ليك قل هو اللي قاله. ان شاء الله نتمنى له التوفيق في الجيم عشان هو دلوقتي في الجيم كتير، الجيم كتير اه، فالتوفيق ان شاء الله لعمر ابنه اللي انا سمعت عليه اللي هو احسن منه واحسن مني ان شاء الله. ان شاء الله يكون عنده مستقبل اكبر من اللي عامله كابتن سيد واللي عامله عليه معلول ان شاء الله. لا ما شاء الله كمان ابنه يعني حاجه رائعه ان شاء الله. كل التوفيق لكابتن سيد معوض ان شاء الله ابنه. عايزين نروح بقى نتكلم.